كما للأوطان حدود جغرافية، فإن للأمم حدود ثقافية، وغزو الحدود الثقافية أصعب وأهم من غزو الحدود الجغرافية، لأن الإنسان إذا ما احتلت أرضه فهو قادر على أن يسترجعها إذا كانت لديه القدرة، ولكن إذا اخترق عقل الإنسان ذهبت الأرض وذهب الإنسان. وبالتالي أرادوا أن يستكملوا مخططهم وهجمتهم على الأمة العربية واستكمال فرض هذا المشروع الإمبريالي الصهيوني على الأمة، فباسم حقوق الإنسان والحرية استباحوا الحرية واستباحوا حقوق الإنسان، واستباحوا معها ما بقي من كرامة لهذا الوطن في محاولة لفرض ما يسموه بالمشروع الشرق الأوسط الجديد. ومشروع الشرق الأوسط الجديد في حقيقته هو استكمال لتفتيت هذا الوطن العربي بعدما فعلت التجزئة والرجعية العربية فعلها من حيث تقسيم الأوطان سياسيا وجغرافيا، وكذلك من حيث إرسائها وممارستها للفساد والقمع للحريات، الأمر الذي جعل المواطن العربي يشعر بالظلم، والشعور بالظلم دائما هو الدافع الحقيقي لقيام الثورات. لقد قام شعبنا العربي في كل الساحات متململا معبرا عن سخطه على هذه الأنظمة وهذا الفساد القائم، وفي خلفية تفكيره هذا الظلم الواقع على الأمة من خارجها على مدى طويل من هذا الصراع الممتد، وآخر حلقاته الحلقة الصهيونية. لقد أرادوا بما أسموه الربيع العربي بين قوسين محاولة استكمال ضرب المقومات والروابط والثوابت في الجسم العربي، وكانت الهجمة الجديدة بداية من العراق. حينما سقط العراق واحتل العراق بدأت التداعيات في هذا الوطن العربي الذي مرت بليبيا وإسقاط نظامه القومي المقاوم، مرورا بمحاولة استنساخ لأنظمة ساقطة في الأصل في تونس ومصر واليمن، ولكن الشق الآخر فيها كان محاولة لمعاقبة الأنظمة العربية الثورية التي قالت لا للهيمنة الأمريكية واحتضنت المقاومة بكل أشكالها.